رفعت أوكرانيا دعوة قضائية ضد روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب حادث الاعتداء على السفن الأوكرانية واعتقال البحارة في مضيق كيرتش. تم الإعلان عن ذلك من قبل ممثل حقوق الإنسان إيفان ليشينا، الذي أوضح أن الحكومة تطالب بتقديم روسيا للعدالة بسبب انتهاك الكريملين لحقوق 24 بحارا أوكرانية. قوارب العسكرية الأوكرانية بيرديانسك، نيكوبول ويانيكابو اعترضتها القوات الخاصة الروسية في 25 نوفمبر الماضي في منطقة مضيق كيرتش، بينما كانت متجهة من ميناء أوديسا على البحر الأسود إلى ميناء ماريوبول على بحر أزوف.